عندنا البارح المقدم اللي مسؤول على البلاصه اللي حنا فيها، ملي قالوا لي الناس راه حنا شوفها انت راه الطيور تيريب وتيطيح منها مقدم، قال لهم كل واحد مسؤول على راسه، يا اما غتخويو الطيور وتخرجوا للزنقه، يا اما اللي طرات لي شي حاجه راه مسؤول على راسه، حنا ما مسؤولين على حتى واحد. وهذا الشيء راه ما يمكنش، واش واحد ما عندوش حتى عشا ليله وغادي يخرج للزنقه؟ راه ما يمكنش. والشتا والبرد، فين هما المرشحين اللي كيجيو كيقول لك حنايا غادي نخدموكم، حنا مصالحكم هما الاولين. كنشوفوهم عملي كيكونوا انتخابات، ملي كيساليو انتخابات كيغبروا. علاش؟ يعني كل واحد واكل العصا، واكل العصا في الدار لداخل وخرجوهم برا واكلين العصا في الزناقي. ما جا عندنا حتى حد، المقدم فقط الصباح قال لنا خوي ولا ما خويتوش راه تحملوا مسؤوليتكم. صافي هو اللي بان لينا، شي حد اخر ما بان. حنا من نهار الجمعه وحنا خارجين الزنقه، حنا دابا كل شيء بقى لينا في الدار، وراقي حاله المدنيه لا كارت حويجاتنا ميعناتنا كل شيء بقى. حنا ما عندنا والو، حنا كنمشيو نخدموا عند الناس وما ناكلو، ما عندنا لا فلوس لا باش نكري ولا باش نديعوا ولا والو. ما جا عندنا حتى واحد اسيدي، ما جاو عندنا خرجونا وحابسينا، قال لك ما تدخلوش الديور غيريبو، حين انا الدار ملاصقه مع الديور اللي رابو، ما داونا في بلاصه، حنا باركينا في الزنقه، حنا بايتينا في الزنقه. جبنا المقدم، جبناه حتى للدار، قال لينا شوفوا اللي بغى يجلس في الدار يجلس فيها، اللي جلس في داره يتحمل المسؤوليه ديالو. علاش حنا نتحملوا المسؤوليه ديالتنا؟ فين هو المخزن ديالنا؟ فين هما المرشحين اللي كننتخبوا عليهم؟ طيب مولاي شريف كامل ناسين في الزنقه، كلنا خايفين، لا اللي عدوا الدار، لا اللي عدوا الدار، ولا اللي كاري، اللي عدوا الدار لاصقه عليه دار راشيه، حنا الديور اللي لاصقين علينا بجوج راشيين. ما داونا حتى بلاصه، قالوا لينا جلسوا تما، موتوا تما، تفرقعوا تما، طرا لكم اللي بغى يطرا لكم تمايا. ما تسوقوش لينا. نهار تزادينا حنا حلينا علينا حنا هاد المشاكل عايشين فيهم، حنا كنطالبوا من المسؤولين عطونا حقنا، ما بغينا حتى شي حاجه من غير حقنا، بغينا حنا بحال الناس ندخلوا على البرد وعلى الشتاء وعلى والو. ما كاين حتى شي خرج سير سكن في الزنقه، في غير سكن بنادم، بنادم عنده ولادو وعنده عائلته، كي غيتشرد يدير خيمه على مالنا حنا في الحرب، راه في المغرب راه في دوله ديمقراطيه، خصنا نكونوا زعما عندنا حقنا وزياده. والو البرد هذا الشتا والبرد، كي غادي نديروا لها الشتا والبرد؟ بنادم تيعاني، بنادم مريض، كاين اللي مريض، كاين اللي مسكين وفيه السكر، كاين اللي القلب، كاين اللي كيفاش غيخرج في هذا الشتا والبرد بنادم يموت؟ فين غنمشيو الله اعلم. خرجوا حابسيننا باش نخرجوا ميعناتنا وحويجاتنا، راهم حابسيننا صافي. وحنا باركين في الزنقه تنشوفوا سيدي ربي من كنطلبوا من سيدنا يوقف معنا، الله يرحم يخليه لينا والله يطول عمره. حاليا كنطلبوا حنايا حل، وبنادم ما يبقاش في الشارع. انا دابا بحال هكا، الا قال لي سيدنا محمد السادس تمشي تحارب في الصحراء نمشي نحارب، ولكن انا شكون اللي غيحارب عليا؟ شكون اللي غيحارب عليا انا؟ الا قال لي سيدنا كاين المدفع نمشي ليه، ولكن شكون اللي غيدافع عليا انا؟